لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين وعلى صحابته أجمعين ومن سار على منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أدب المزاح، وكلنا يحب المزاح، والمزاح جميل ولكن بضوابطه الشرعية. فجاء الإسلام بهذه الأمور ليحبب الناس إلى بعضها البعض ويقربهم، ولذلك نحن بحاجة إلى مزاح منضبط، بحاجة إلى مزاح شرعي، لا المزاح الذي فيه الكذب والذي فيه الغيبة والذي فيه السب أو الشتم وغير ذلك، حتى ترى البعض يستهزئ من بعض يظن أنه قد مزح ولكنه والعياذ بالله ارتكب جرما وخطرا كبيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح وكان يحب المزاح عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن لابد أن نعرف ما هو المزاح. تعريف المزاح أولا لابد أن نعلم هو كما قيل ضد الجد أو نقيض الجد. فالمزاح ليس هو الكذب كما يعرفه البعض، فنقول المزاح هو عبارة عن المداعبة، ويراد به الانبساط، ويراد به إدخال السرور على القلوب. ولذلك شرع نبينا صلى الله عليه وسلم المزاح، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أهله ويمازح صحبه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فمرة جاء لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. كلنا أصحاب أذنان، ولذلك ليس هناك عيب أو كذب أو ليس هناك سخرية، يا ذا الأذنين. وجاء أيضا أحد الصحابة فقال له: أريد أن أركب على جمل أو على إبل، فقال: إن حاملوك على ولدي الناقة. ولد الناقة ناقة، ولكن ولد الناقة ظن أنه صغير فمازحه عليه الصلاة والسلام، وكان يمزح عليه الصلاة والسلام. فمشروعية المزاح مشروعية ثابتة، فنحن لابد أن نمزح بما صدق عليه المزاح، لا أن يكون فيه والعياذ بالله وغير ذلك. ولذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنك لتداعبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. إذا من شروط المزاح أن يكون قول حق، لا أن يكون المزاح والعياذ بالله فيه ما فيه من الكلمات والكذب وغير ذلك. وجاء أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يداعب زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فكان يقول: يا زوينيب، يا زوينيب، بمعنى أنه كان يداعب عليه الصلاة والسلام. فلا بد إخواني في الله أن يكون هناك مداعبة، وهذا الأمر ليس أمرا مستهجنا كما يستهجنه البعض من بعض المشايخ، يقول: الشيخ يضحك. نقول: نعم، الشيخ يضحك يبتسم والشيخ يمازح، فليس هذا عيبا أبدا. فلذلك لا بد أن نمازح كما قلت بضوابط شرعية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه جواد كريم، ربنا تبارك وتعالى أعلم. وجزاكم الله خير.